درت له في البرايم اللي فات دخلوا سبعه النجوم لورشه ماستر شاف، وكانت المفاجاه كبيره فاش عرفوا نوع الاختبار الاول اللي كان تقني، يعني التفاصيل الصغيره كانت مهمه جدا باش يقنعوا لجنه التحكيم ويضاعفوا المبالغ الماليه اللي كيربحوا الجمعيات اللي كيمثلوا. اذا اللي تفوق في هذا الاختبار دنيا هادشي قبل ما يدخلوا الاختبار الثاني اللي كان اقصائي، والصدمه ديالهم كانت كبيره فاش لقاو البابوش ماده رئيسيه في الطبق اللي غادي يحضروا بابوش هي الخرالي، وطبق ثاني بفواكه البحر. ومن بعد ساعه ونص ديال الاختبار جا الجواب ديال التساؤلات من عند لجنه التحكيم. ناصر فهاد البرايم الصعوبه الضعفات، ومعلومه واحده غادي نعرفوا في الاول غادي تخلق ضغط كبير على خمسه النجوم اللي بقاو معنا اليوم. الاختبار الاول غادي يكون محكوم بزمن قياسي مقارنه مع المطلوب منهم. هاد التمرين غيدوز كي البرق قبل ما يدوز الاختبار الثاني اللي ما غاديش يرحم النجوم ديالنا، وغادي تحكم على زوج ديال الاسماء عزيزه على قلوبنا بالاقصاء. حلقه اليوم كلها تشويق ضحك وابداع. مرحبا بكم في ماستر شاف سيليبريتي الموسم الثاني. الخطوة الثالثة للنجوم في التجربة الاستثنائية كتبدا في هذه اللحظة، شوية ويكتشفوا الطابع اللي غادي تاخذ المنافسة في هذا البرايم اللي أكيد أنه ما غاديش يكون سهل. دخلنا فرحانين بواحد الحماس واحد الشوق. صراحة ما كنتش متخيل راسي على أنني نتجاوز البرايم الأول. داك الشيء كيتزير دونك دابا غنبداو بروندر لي شوز بلوز أو سيريو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم في ماستر شيف سيليبريتي. أنتم ستة بكم، كان معنا سعيد في البرايم الأول كنسلموا عليه. إيه طارق في البرايم الثاني اللي غادرنا هو كنحبوه وكنبغيوه. بغيت نقول سعيد مسكير وطارق البخاري بلاصتكم بقات كبيره وزوينه. حقا حسينا بواحد الفراغ بلا طارق وسعيد. في هذا البرايم في الاخر ديالو غادي يبقاو اربعه، جوج غادي يمشيو. من هذا البرايم غيمشيو فيه جوج ديال الناس دونك ماشي بحال واحد، دونك دابا لا بروبابيليتي تدوبل. غنطلب منكم تضحكوا بأماكن الشغل ديالكم، انتوما حرين لاختيار ديال المكان. واخا وي شيف تفضلوا. ميرسي. زوج بين خمسه النجوم غادي يغادرونا اليوم، هذه هي المعلومه الوحيده اللي عرفوها لحد الساعه. دابا غادي نكتشفوا المهمه الاولى اللي تقدر تكون خطوه في اتجاه الاقصاء او للاستمرار في مسابقات ماستر شيف سيليبريتي. قدام الصندوق الغامض ديما المفاجات، دونك كنقول الله يحضر السلامه، ما عرفناش شنو غيوجدوا لنا عاوتاني. بيناتنا ما كنحملش هذوك لي بوط، ما كنحملهمش. اول حاجه بعدا كينا طاحت ليا في بالي غتكون شي انغريديون اللي غيكون مثلا انغريديون دو باس باش نقدروا نطيبوا. مستعدين؟ وي شيف. 3 2 1 حلو. مستعدين؟ وي شيف. 3 2 1 حلو. كل واحد منهم لقى سله خاويه قدامه، ماشي كاملين فهموا اللغز، والشاف موحى هو اللي غادي يشرح لهم التفاصيل. زينا الصندوق لقينا السله بعين المقضيه، صافي على هادي الله يخليك. لقيت القفه تنقول ديالاش علاش تصلح كيفه ديال القضيه. قلتي ديال القضيه؟ ديال التقضيه. برافو. نطلب منكم واحد المجموعه ديال الحاجات، ولكن الحاجه الاولى هي التقضيه. شاف موحى غادي تمشي هذيك القفه ديال المقضيه كيف قالت دنيا، غادي تقداو من ليبيسري. عندكم ليبيسري محلوله الحمد لله، طيله الاختبار العام كامل. وفابور وفابور البلا غادي نمشي نتقداو ورجع نتقداو ورجع نتقداو ورجع، ما تيساليش هذاك الشيء. هذا المعطى بالضبط انا كيريحني، لانه كنخاف ننسى شي حاجه، كنخاف لان اخر لحظه نبغي نبدل. ولكن كاين ولكن. اقعد المعلم. ولكن فين اقعد المعلم.
هاد التمرين غيدوز كي البرق ايبروف فلاش. علاش؟ حيت ما عندكم غير 30 دقيقة. أولا باش تقضى وتقطع وتوجد وتطيب وتديكوري، يعني كون تعطيهم غير 10 دقائق 10 دقائق ما يمكنش. على الأقل على الأقل ساعة المكانة باش تطلب يدير شي بلقانة. أما داك جري عليا نجري عليك بحال هربانين. تخلع. الخلعة تلقي مني. وخاصنا نحسوا باللمسة الخاصة ديالكم أو أن بلا سيناتور. ميم ميم. ما تنساوش أنه بيناتكم كاينين مازال ما ربحوا الجمعية ديالهم. إيكو. دونك إيكو عطي ماكسيموم ماكسيموم ديالك. دونك كلشي مفهوم؟ وي شيف. مستعدين؟ وي شيف. ثلاثة جوج واحد يلا. كل ثانية غادي تكون مهمة في هذا الاختبار اللي حتى واحد فيهم ما باغي يفشل فيه، خاصة أنه يقدر يكون إقصائي، وغادي خصهم يكونوا فعالين ومتأكدين من أي خطوة كيديروها من هنا لقدام. من كتهزي السلة باش تمشي تقداي كتبقاي تعرمي وتحطي، ملي كتحطي قدام باك تعرفي ما طيبي. أول حاجة فكرت في الدجاج ولا الحوت، لأنه هما اللي كيطيبوا دغيا. خمسة دقائق تقريبا دازت، كلهم اختاروا وقرروا في الفكرة اللي غادي يقدم كل واحد فيهم. اليوم غادي ندير لهم واحد الكفتة في شكل عاود ثاني، الحليب والخبز. تيمات عاود ديال الوالده تقول لها ولدك راه ما تيفهم والو. فكرت في فيلي ديال اللحم، طرف ديال اللحم غادي نجرو مقلي هكا في المقله، وغندير اون صوص على مونطارد اي لا كريم فريش، وغندير معاه هاد لي زاسبيرج اللي غادي نطيبهم ولا صوص ديال كريم فريش مونطارد اي لو بواف. خلي غنقدم هو لي سبادون بلانيت افيك اون سالاد طوماط. عجبني هاد الاختبار، حنا غنرطو البال باسكو الوقت فرحانة إن شاء الله نتمنى نكمل على قبل الجمعية. أوه خويا كمل ما تضيع. أنا مقاتل على الجمعية ديالي باش نربحو الجمعية 5000 درهم. الزارتيست كامل اللي كاينين ولا لي سبورتيف جايين من أجل واحد الهدف نبيل اللي جمعنا في ماستر شيف سيليبريتي. الجدية والإرادة ديال النجوم في الاستمرار دائما حاضرة، ولكن كل مرة كتكون العزيمة قوة من المرة اللي فاتت. نقول ناصر بركة مبقي نقل منه ديك المرة في البخيم الثاني درنا دار بحالي لي زيسكارغو ببلو بوغ، ودابا خديتي لي عاوتاني لي زاسبيرج. طبق خفيف غادي نديرو داكشي اللي بغينا، و أو ميم طون صعيبة لأنه غير نص ساعة كتستخيسك تتقول ما عاد شنو خصني ندير. طلع طلع لا ما شمي الكفتة دابا ما عرف بقى يطيبها يمكن في الهواء ويطيبها ولا ما عرفش بغى يستابيليزي شويه يمكن لي معاه شم كيقولنا شمو شمو ريحه الكفته ديالي. سي فري كو ريحتها كانت عاطيه زوينه بزاف. النجوم باقين كيتسارعوا مع الوقت باش يحققوا الافكار كيف ما تخيلوها من الاول. تحت ضغط كبير كتولدوا مده الاختبار. هذا ماشي تمرين، هذا ماراثون هذا، ولكن الحمد لله صافا حنا اوني شي دون طون شي دون لي طون. هذا انا اسمعوا لي مزيان، بقات لكم 5 دقائق. ويلي ويلي دراري 5 مينوت. خاصنا نوقفوا. تقريبا ساليت، كندير الدريساج دابا ديال المرقه ديالي. الدقائق الاخيره صعيبه واخيب ما كاين. بقات لي كلكو مينوت خصني ندير له دابا ندوز الدريساج وشاد لي قطعه هادي ديالي. حرام عليك قصرتي لي لاصوص اللي كنت باغا ندير بها الديكوراسيون. كانت خاويه، كان فيها شويه الصوجه بالسكر درتوها انا قالك. بان لي كيخلط كيخلط وشويه كان غيشعل فينا العافيه. ما عرفتوش اش كيدير، ما انتبهتش ليه، صوف انك تبان لي الكفته. جيت لها قلت هذاك لها كوش نشط في هذاك الشيء وخوذو، ورديت لها قلت ما عاقتش. الله يسمح لينا اختي الدنيا، والله الا راه المسابقه هكا دايره ما عندي ما ندير لك. اخر دقيقه في الاختبار الاول، الامور تقريبا تحسمات وما بقى لهم والو ويهزوا يديهم ويخليوا لجنه التحكيم تقرر. انتباه الله يخليكم. وي شيف. الاختبار سلا. 10 سعود 8 7 6 5 4 3 2 1 زيديكم.
الاختيارات كانت مختلفة وتعامل النجوم مع الاختبار كان متباين، وكل واحد ونسبة الاقتناع ديالو بداكشي اللي وجد. حاولت ندير شي حاجة اللي ديجا شفتها في ليستوران، كيعجبني الطهي ازياتيك، الماكلة الازياتيك تعجبني بزاف. حاولت ندير الدجاج بواحد الطريقة حلوة ومالحة في نفس الوقت. تنظن بان سي ان بلا اللي هو كلشي كياكلو كبير وصغير، وكنظن بان لا كويسون هي هذيك، دونك ابري لي شيف هما اللي غادي يحكموا. بالضبط، الكلمة الأخيرة غادي تكون الشاف مريم والشاف محا اللي كيديروا اللي في جهدهم باش ينصفوا اللي كيستاهل. ناصر تفضل، الله يخليك. كريم دخلت شوية بواحد الطريقة تقليدية بحال اللي نشوفو في الأفلام بعض المرات ديال السبعينات والثمانينات. كان عاجبني الطبق ديالي وأرشق لي ندخل بحال هكذا. ناصر قدمنا الطبق ديالك، الله يخليك. ألوغ هذا سي فيلي بوف، والمرافقة درت بطاطا مقطعة فينمون مع شامبينيون، ودرت دي زاسبيرج. دي زاسبيرج درتهم غير المسلوقين، والبطاطا شويه في الزيت مع لي شامبينيون، ودرت غير هذيك لا ديكوراسيون لي بوارو مقطعين بشويه صغار، قليتهم ودرتهم بحال ديكوراسيون على 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 اللحم. نتمنى يكون المذاق في المستوى. شكرا نصر. شكرا شكرا, شكرا. هاد لاصوص هادي محروقه وملحه بزاف، طياب ديال اللحم، وهذاك اللي بشي اكومبانيمون اللي دار مع بطاطا وهذاك زويونه، هذيك زويونه. اللحم كان يزيد واحد شويه في الطياب لانه خلاش بقى احمر. ندوزو للمتابعين الماجي. يلا دنيا تفضلي، الله يخليك. ملي كنت غادا بالطبق ديالي لي جوري بيان سور، كل مره كنحس بالخلعه، وكل مره تنقول يا ربي دوزها على خير. انا اللي عجبني فيك هو قلبتي يديك، يعني انت يا نورمالمون معروفه بالطبخ التقليدي. البلدي. علاش في هذا الاختبار درتي رومي؟ واش الرومي ما كيحتاجش الوقت بزاف والبلدي كيحتاج الوقت؟ فاست فود. البلدي كيبغي الطاجين وداك الشيء يطيب على خاطرو. في المغرب عندنا الطواجن وداك الشيء كيبغي الوقت. ايوا وهذا الشيء ديال سحت الزربه. سحت الزربه. هذا طياب سحت الزربه دغيا نص ساعه ربع ساعه. دغيا ممكن يطيب. وكثير تبارك الله موجود الخير. راه عيني كبيره هذه المشكله، خفت ما يقدكمش وانا ندير خمسه ديال الكوارات ديال هذاك طاقليتين. ايوا هذيك الطاقليتين هي فكيله المشكله. مزيان ملون الطبق ديالك بالنسبه لاول مره كديري تقريبا العصري. بحال قلتي كيم كارداشيان طيبت الكسكسو، داكشي هي اللي درتها. طيب طاقليطين راه شي حاجه مجهده. نتمنى يكون المذاق في المستوى. على ربي. تبارك الله عليك دنيا. شكرا شيف. شكرا. شكرا دنيا، شكرا. الله يعجبني. زوين مذاق، كاين هذاك لو غو ديال لو فيمي اللي تنلقاو في الماكله الاسيويه او لي ووك. وتنظن فكره مزيانه تستعملات لي بات وما استعملاش لي نويي. ندوز للمتابعين شي؟ يلا. دوزي تفضل قدم الطبق ديالك. اول ما جيت داخل عند لي شيف بالبلا ديالي صراحه كنت فخور بالبلا ديالي، سي سا سي سور. اولا انا ناكل الدجاج بزاف، يعني ما كانش عندي مشكل لان كان عندي الاختيار. اختار الدجاج، وهذا الدجاج درته بطريقه سكري سالي، وفي لاصوص درت ان فير دو جي دورانج باش تخلي داك لو كوتي اسيد، ودرت لو رابيل سور لي كوتي لي اورانج، ودرته على شكل واحد الورده باسكو سي ديسيون الا شفناها من الفوق تبان بحال الورده التشينيه، وفي القلب ديالها كاين الدجاج حمر. هذوك الطرف ديال الليمون خصهم يتكالوا مع الطبق. يقدروا من تكمل الطبق تقدر تاكل دوك الطرفات ديال الليمون. الشوفه ديالو قطعها. الطريقه اللي صوبتي بها الدجاج بغيت نهنيك، حيت طريقه اسيويه ماشي شي حاجه سهله، من بين لو بولي او الدجاج اللي غلطاو وبين لو بولي لاكي، دونك درتي واحد جوج تقنيات وخلطتيهم. شكرا دوزي، غندوزو للتذوق. ميرسي. شكرا.
بالنسبه للمذاق هائل فريمون تري 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 بون غير هو الدجاج يقاش كنت نفكر شي مرافقه مع دار الطبق اسيوي شي شويه دار الروز شي شويه ديال لي نوي او الشريه اللي دار اللي دار فوالا دار دي بيتي ليغوم ندوز للمتبادل شي يلا ليلى تطلق من الطبق ديالك باش كنت داخله بلو بلا ديالي عند لي شيف انا كنت متاكده غادي يعجبهم حيت احترمت كاع داك القواعد اللي كيطلبوا منا لي شيف ليلى كيفاش هاد الطبق تيمثلك كيمثلني حيت انا كيعجبني اللحم سورتو فاش كيكون فيه الجوع بزاف اول حاجه كنفكر فيها هي اللحم وكيعجبني فريت ولا لي بوم دو تير ان جينيرال وكم حنا قلتي لنا نديروا ان بلا غاسترونومي ما بغيتش ندير شي حاجه اللي كاينه في يعني عادي دونك جي بونسي ان تروك بحال لي زافيرج دونك مغربيه 100% مي تيكون فيك الجوع تتفكر في اللحم والله انت واخا ما نكذبناك واخا ما نكذبناك على الماكله غنزول التذوق شكرا شكرا غنشوفوا بعدا طياب ديال اللحم جولي صوت طياب هو التقديم زوين اللحم زبده كشف باقي احمر تعطيه المغاربه حنا ما كناكلوش بزاف اللحم خضر دونك شتي بصفه عامه تبارك الله عليها سي بون ندوزو للمتبرج الجاي يلا بسم الله منى تفضلي انا جو ميتون موا ميم كنقول او انا نقدر ندير هادي انا قدرت ندير هادي انا قدرت نحط بهذه الطريقه فكرت وقلت غادي ندير شي طبق اللي ساهل ودغيا كيطيب حيت عندنا الوقت قليل 30 دقيقه قلت شنو هو اللي كيطيب دغيا وكيجي لذيذ هو الحوت وانا مولفه كنطيب لي سبادون والحوت صعيب في الطياب ما خفتيش في 30 دقيقه تقدري تزقلي او انا مولفه كنطيب لي سبادون وقلت غادي نغامر لان اي حاجه راه فيها لو ريسك ولكن يفو بيان منى انا بغيت نهنيك على حاجه هي تتسمعي ديما النصائح اللي تنعطيوك وتتمشي ديما في الفكره اللي عندك في الاول وتتخدمي بهدوء وتتخدمي تريز اورغانيزي تنشوفوا الاغلبيه ديال الوقت انت اللي تتالي من الاولين دونك برافو عليك شي حاجه اللي مهمه في الطياب ميرسي شيف تبارك الله عليك ميرسي شيف شكرا ميرسي بالنسبه ليا الطياب ديال الحوت هو هذاك ما نشوفش ليها بقى واخا هكاك بقى زوين حاجه واحده اللي كانت نقدروا نقولوا عليها واش شويه لاصوص ولكن الا جينا نشوفوا راه كاينه ماتيشا كاين وقدرات تزيد لي فروي وواحد شويه تقديم ما فيها باس زاد شويه ولكن الطبق ملون ندوزو للمتبرج الماجي يلا ايكو اجي فين هربان اجي عباد الله كيتي ما فاش ندخل عند الشاف موحى وشاف مريم تينزل عليا شي حاجه ما عرفتش شنو هي كاع النصائح اللي بغيت تعطيوني راه حشمت زين بحال الا تكرفست على ديك الكفته ولكن كاين لي زيبيس حيت انا كلتها خضراء دابا انا شنو نقول لك اش وقع لي الشاف كلتها خضراء اه طيبتيها لينا شنو على الاقل طيبه انا غول ناكلها خضراء انت لا واش طيبه لا طيبه مزيان بيان كوي انا باش انا نبريزونتي دابا يلا دابا نبريزونتي جربتي علياش الكفته وكتظن بانه غتكون مزيانه دابا انا داكشي ما راضيش عليه اللي حط في المحطه ديالو ما عجبنيش جيتيني مضطر في هذا الاختبار ماشي مضطر تالف داك البربوش اللي سلقت واقيلا شيرني شي بربوشة تماك كان عند العرس وسلقتها واش من السيمانه اللي فاتوا انت مخربقك البربوش راه تنكون ناس تنفيق تنقول لهم حطوا البربوش ايوا غادي نشوفوا المذاق واش مزيان فين شاط ليا استاذ انا الوقت فين هي نشوفها طابتو سي وديتو عليا بديت نهضر مع الكفته بديت نقول لها الا وقفتي قدام شاف موحى تتلقي واش شاف مريم متلوقه وقفتي قدام شاف مريم بيني ليها الحنان غندوزو للتذوق شكرا لكم شكرا تقدير هذه الطيبة مزيان هانت شوفي ايكو تيقول لك هانت على صوصها هي شوف اللحم كي طيب لا دفن بصراحة تقال الكفتة بنينة هادشي بنين لا عطانا الحاجة الوحيدة الشاف إلى اتفقتي معايا بالنسبة للمرافقات
ما فيهمش شي مذاق زعما كرزات ليهم زبيده مليحه ولا هذاك هذاك لو جو او المرقه ديال الكفته كره صوتها فيه المكونات هما كاينين غير هو الدريساج ماشي نقولوا التلي ما عنديش ما ندرس نسوي وين تبارك الله عليه بدين بدين ندوز المداوله يلا بسم الله عموما كيبان بلي المستويات كانت تقريبا متقاربه والمنافسه كانت قويه يعني النطق بالحكم غادي يكون صعيب خاصه ان زوج الناس غادي يغادرونا اليوم وممكن يغادرنا واحد منهم من دابا حتى ملي شاف غادي تفكر في سير في حالتك ولا تزيد معنا شويه جوج اللي كاينين نتمنى كنتمنى ندوز البرايم الاخر شكون اللي يقول او يتصور بانه غادي توصلوا لهذه المرتبه هذه والاطباق اللي صوبتوا تبارك الله عليكم كانوا زوينين وبنان بابا. وعندي لكم مفاجأة أخرى وهي هذا الاختبار ماشي إقصائي فرحتوا؟ ويلا ولكن طبق واحد كان تتميز وتتفوق على كل الأطباق كيف تنقولوا بعد الاخترات في السامبليسيتي كين كل شيء شكيت بالدوزي قدر هو يأخذ هذا الكودكا كل روح رياضية أي واحد يربح غادي نفرح معه بصراحة طلعنا ديما وقت ما وقفنا قدام لي شاف نتخيل بان البنات هما اللي غيربحوا الوغ لو كود كار ديال هاد الاختبار الى حديوي بغيتو تعرفوا وي شيف اذا غادي ننادي على هي او هو كل واحد كيتمنى يسمع الاسم ديالو ويفرح الجمعيه اللي كيمثل ب 5000 درهم كيضيفها للرصيد ديالها منى فرحت بزاف للجمعيه ديالي انني عاود ربحت لها هاد 5000 درهم منى الطبق ديالك كان ملون رطب جوتو جيت كيفو في الطياب بطبيعه الحال انتما راكم انتما مزيانين ولكن منى تبارك الله عليك شكرا شيف وغراس افو كونساي بجوجكم والله العظيم زعما الحمد لله كنستافد كل نهار منكم ميرسي بوكو تبارك الله عليك تبارك الله عليك الجمعية ديالي أنني عاود ربحت لها 5000 درهم جمعية لجنة دعم الفتاة تمدرس الفتاة القروية برافو عليك الله يعاونهم الله يعاونك معاهم ميرسي ميرسي شاب برافو طبيعة الحال بحال اللي قال لكم شاف محا هاد التمرين ما كانش إقصائي و كون راه كان إقصائي كون كان صعيب 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 علينا باش نفرقوا بيناتكم حيت الصراحة تقال كلكم خدمتوا مزيان غاديين وتتحسنوا بغينا ننيوكم انا وشاف محا حنايا فخورين بكم بزاف اذا نتلاقاو في الاختبار المجي اللي هو اقصائي شكرا ما باي ثلاثة ديال النجوم اللي دخلوا في هذه اللحظه البلاطو ماستر شاف وكلهم اناث يعني القضيه وراها شي لغز مرحبا بكم الله يبارك فيك مساء الخير عليكم الخير شاف مرحبا بكم في هذا الاختبار الثاني ديال هذا البرايم وكيف كتشوفوا انتم لابسين ثلاثه الالوان والدراري ما كاينينش دونك غادي تخدموا كفرق انا هي كنتسنى شكون هو هذا الفريق اللي غيكون معايا في الدراري واش دوزي واش ايكو واش ناصر ناصر انا ديجا خدمت معاه في المره الاولانيه دونك ما يمكنش غادي نطيح معاه في اختبار واحد اخر ما كنقول يا ايكو يا دوزي غنسولوا الدراري يلتحقوا بينا يلا الامور وضحت شويه دنيا غادي تلعب مع الدوزي فريق واحد منى وايكو وليلى وناصر ما عرفتش ولكن ديك السيده فيها شي حاجه اللي انا دخلت لي خاطري بزاف وعزيزه عليا بزاف وكنت باغي نكون معها كويكيبي وكتبت لي المهم شي حاجه في شكل انا حقا فرحت هيك ليلى تطيب مزيان شفناها من الاول ديال هذا الشهر رمضان في كل برايم ربحت جوج المرات الجمعيه ديالها حنا هما اللي هنايا ما خصناش نهضروا كاع ياك اسيدي خلي الناس تفكروا داكشي انا تنعبروا في الكوزينه اذا الفرق مكونه في اخر الاختبار اطباق اللي ما نالتش الاعجاب ديالنا غادي تغادرنا وغادي يبقاو جوج الفروع زنزنتي دابا صراحة الله غادي نتزنزن لأن تيبانو ليا هاد الكفة عزيزة وهاد الكفة عزيزة إلا مشاو هادو غادي نتأثرو مشاو هادو غنبقاو بوحدنا نتوما وصل الكفة يعني نتوما ما غاتمشيوش لا ماشي إلا وصل الكفة ما غنمشيوش دابا بديتي تتصيفطو بالجملة الموضوع ديال هاد التمرين الثاني ديال هاد الأمسية بحال اللي تتشوفوا قدامكم تنشوفوا السنتات ديال الفيلم أو لي بوبين دو فيلم تنشوفوا موسيقى
تنشوفوا الحانوت، والحاجه اللي مهمه تنشوفوا هذا لو بول اللي فيه واحد الوريقات. اذا غتكون قرعه، كل ورقه كتمثل واحد الفيلم، واحد الموسيقى ديال الفيلم. وإلا كانت موسيقى ديال الفيلم، كل فيلم عنده علاقة بالبلد أو أم بي. غنخرجوا شي شوية على المغرب، غنسافروا شي شوية. واخا شفت ناصر بحال هكا، قلت له كنتمنى يطير نطيحوا فشي حاجة ديال فرنسا، الطاليان، شي حاجة اللي ديجا واكلينا وعارفين. فاش شرحوا لينا لي شيف شنو هي المسابقة، شنو هو التحدي، انا صافي جمد لي الماء في ركابي. في الاختبار الاول كان عندنا واحد الكود كوغ، منى. دونك منى غتفضلي وغيكون عندك الاختيار، انت الاولى تفضلي. الله يسهل عليك بنتي. والحقيقه هي لا سيري، الله يسهل عليك بنتي. هي طلبي طلبي هزي الورقه الخفيفه. الاسم الثاني اللي غنادي عليه هو دنيا. تفضلي الله يخليك. تفضلي تفضلي، حاب تساعد لك. تفضلي معك هذيك الورقه عافاك دنيا وليلى. على وقفتك وصفوا عليك. اختار اختار مزيان، اختار مزيان. ما عرفتش شنو اختار، شنو اختار؟ اختيار صعيب. اختار مزيان، اختار مزيان، اختار مزيان. فيش الريحات منى، حلي الورقه. سريلانكا. ما كاينش هذا الشيء. نمره واحد. بكيت عليك امي، انت ما بكيت على ابويا. الحمد لله جاني الطبخ الهندي، فرحت بزاف. موسيقى بولي. عرفتي لي هو من عطيتوني هاد التيب الهنود الكوزينه اللي فيها دوك الالوان والشطح. ضربت يا منى صافي تكون راه الهنود تماك بديت تعطي طاز الشطح والرديح وهاك مالك. دنيا حلي هذيك الورقه وقلنا النمره اللي طحت فيها. جوج. نمره جوج. لا فرانس. ايطالي ايطالي. انا كنحمد الله وشكرا طحت في الطاليان. غندوزو للثنائي ديال ناصر وليلى. سوسبنس كبير. سوسبنس. النمره ما عرفناهاش. رقم النمره ثلاثة. وي ثلاثة. ثلاثة. يلا نسمع. لاتينو سي مكسيكان. هذا كود فواريان. ما جاتش شي. واش حال عندكم ديال الماء؟ كوبي دي كالي، كوبي دي كالي. فما جميلين. افريقيا معروفه بالطبخ زوين وبنين. قد فيها ليله لحدي لحدي وشفتي واحد الشوفه بحال اللي بانت لي بغات تبكي. الاطباق الافريقيه ما تنعرفهمش، ما تنعرفش نطيب اي طبق افريقي. تنعرف شنو كاين فيهم ولكن عمري ما طيبته في حياتي. عندكم مقدمه، طبق رئيسي، ودسر. دسر مسخف. اذا عندكم ساعه او ونص. نو زيدوا لنا في هذاك النص بزاف. ساعتين. عندك ساعه ونص طيبي فيها ثلاثه ديال الاطباق ما عندك بهم علاقه، يمكن كتاكلهم لانهم ماشي من بلادك ولكن خاصك ديريهم. صراحه ملي سمعت عندنا ساعه ونص حسيت براسي مرتاح، لان غادي تكون معايا منى ماتي. المفاجاه الزوينه وهو لي بيسلي ديال الدول اللي اختاريتو غيبقاو مفتوحين، وهذا عامل مهم كيعاونهم باش يداركوا الموقف ويصحوا اخطائهم في اي وقت في الاختبار. شكرا. جميع المواد اللي كتستعمل في المطبخ الافريقي، الايطالي والهندي، غادي يلقاوها في الحانوت. دابا ما بقى لهم غير يبداو في الاختبار. كنطلب منكم تمشيو للاماكن الشغل ديالكم. شكرا. تركيز كبير كتطلبوا هذه المرحله في اختبار ما غاديش يكون سهل، وللاسف غيكون سبب في اقصاء زوج من النجوم اللي بقاو.
يلا على بركة الله، ثلاثة جوج واحد يلا. يلا على بركة الله، ثلاثة جوج واحد يلا. ثلاثة العوامل كتخلي هذا الاختبار هو الأصعب من نهار بداو. طبق الأجنبي اللي غادي خصي يحضروا معاه لونتخي والدسير، مدة الاختبار اللي ما كتجاوز 90 دقيقة، والأهم هو الخوف من الإقصاء اللي حاضر بقوة في هذا الاختبار، وطبيعي يكون التوتر كيحكم على القرارات اللي كياخذوا في هذه اللحظة. عطينا دارك بديلة، هذا سارك تدفي سلمك. الاختيارات تقريبا داروا، كلهم مركزين لاقصى حد باستثناء ايكو اللي كيحسب ليه الغنب الهنديه هو اللي غادي يبنن الطبق اللي كيوجد. الهنود عندهم شي مكلات زوينين فايتين زعما دخناهم، ولكن انا عزيزين عليا الموسيقى ديالها تيريز عندك كيايم نوجد لها داكشي في السماء باقي كاع ما حلمات به. يلا تتقول القزبر تتلقاه حدا وجهها، عطيتيني المعلومه تنطرق داكشي الرق الرق تنحط الماء كذا وتكوم يكون من الشطه باش تبرد ليها ما تبقاش مخلوعه داكشي. غادي نوجد اون سالاد انديان معروفه بالدجاج ولا اناناس والسيلغي، انا كنوجد السيلغي، وغنوجدوا الكومباس بالكوري بالري باسماتي هادو في هذا، وفي لو ديسير غنديروا اون كريم بالمونغ. سميتيش اليزابيتا، باش غنطيب باناكوتا والتيراميسي والريزوتو. ريزوتو ولا ريزوتي؟ انا كنسمع بهم تيراميسي باناكوتا سكاكوتا لكاكوتا داكشي كوتا 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 ما غنعرفش لي انا. واش درت؟ لصقته في الدوزي ودزت انا لشي حاجه اللي كنعرفها، الروز شعريه لي بات وداكشي وصوص بلونش غوكوتومو، هذه هي المصيبه الكحله، انا ما كنعرفش نطيب غوكوتومو. لا شاتمي كانتاري كولا جيتارا ايمانو، لا شاتمي كانتاري دي ايطاليانو. دنيا بوطازوت العمل معاها يا سلام، واخا ما كانتش عارفه الباناكوتا قلت لها انا غنتكلف بالباناكوتا، الباناكوتا انت تكلفي بالريزوتو. هادي تفاجئني اني عارف بها واعره، عارفني عارف هاد كي وصلت الطلياني قالت خليني انا نتصرف، خليت لها البلا وانا غادي نصاوب الديسان ان شاء الله. اسمعني نحطوا داك الراس ديال الميزه ونديروها باش تتعدل المذاق وعاد الحوته بوحده خيبوني ولا شنو تلفت والله ما عرفتش. كانت ليلى مخلوعه بزاف، دونك العمل الاول كان هي الموتيفي شويه ليلى باش نقولها شوف راه غنديروا المجهود ديالنا وغنتفكروا شنو كلينا مي كنا في شي بلد افريقي، والحقيقه من تما صافي بدينا مزيان فريق ان شاء الله. لا فريق الكسكس لي كسكس افريكان ميري ما بوبو كلي شتي كاجون الشروخه نحن حن كلي ولا لا تاكليش مريزا ناريك فاماري تيري ربا ميرا او زي الاناناس الاناناس زي بلد خودها باش ما تطيعش خودها تغدينا فرد البرايم صراحة واعجبني الحال واه تندق العوين زين بس تكون بوحدك ما تقدر تدق ما تتزعمش على ماكلتك. لي زوين في ايكو هو انه كيحيد لك داك لونغواس والستريس بالضحك. غتسرعوا عليا المدام من تجي المره الجايه غتقول لك سيدي عرفي طيب تسير الكوزين، فهمت؟ انا خصني نبين لها بلي ما نعرفش نطيب باش تعرف راسها بلي خصها تمشي للكوزين. في الجو ديال المنافسه الضغط والتوتر ايكو هنا فين كيلقى راسو وكيتحول هندي حقيقي. راه الوقت كيطير راه لي ديك ماطيشه يا ليل اي دايمرا يا ربي يا سلام تشل تشيا 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 تشل تشيا 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 تشل تشيا 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 تشل تشيا تشيا تشيا. دنيا وي شاف اشنو تتصاوبي؟ كنصاوب الريزوتو بالكروفيت والكريم فريش. مزيان. وبالنسبه لك الدوزي خدام على شنو؟ خدام على انا خدام على الباناكوتا مع الكولي 13 واخا دونك جي ديجا لونسي الباناكوتا درتها في الكونجيلاتور باش تبرد تنتمنى تنتمنى درتها في الكونجيلاتور الفوق يعني ولكن ما تخلاش باش ما تجمدش بزاف واخا الا جمدات راه ما سامع فوالا انت غادي تشوف مره مره ونحطها لتحت باش تبقى بارده فوالا جاك الشيف
تحبس عليه؟ كيف بالي تحبس عليه؟ فيه عليه راغي؟ تحبس عليه فوق داكور مرسي بوكو شافك وطريف وطريف الزبدة منو باش شنو تفيد ديال الكروبات يلا وي يلا الله يعاونكم ميرسي بوكو شاف سلامه شاف محضر قال لي واحد شويه ديال الرز عطاني بون رمارك ملاحظه زوينه وانا مشيت فيها ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يعجب اللجنه كنتمنى يعني اول مره كنطيبو دونك قال لي ليها اللي هي ربحه يا ذبحه منى وي شيف ايكو وي شيف السلام عليكم وعليكم السلام وهبتين منى وي شيف فين وصلتوا واش تصوبوا لينا واش تحضروا لينا وجدنا لا سالاد انديان فيها الاناناس والدجاج والكرافس مقطعين طوال هكا وغنديروا لها لاصوص كيدير فيها الياغورت والكاتشب وشويه ديال الكوري الهند كي معروفين الياغورت وكيتسمى لاسي مثلا لاسي بالياغورت والكوري والكاتشب ومن بالنسبه للطبق الرئيسي غنديروا دي غامباس بلاصوص صوص الكوري وداك غيباس ماتيبا واخا ولا صوص لا باز ديالها شنو هي واش لا باز ديال لاصوص ديالها لا باز ديالها غندير شويه ديال الثومه والزيت وابخي غادي نزيد عليها شويه ديال لا كريم ولا دياغورت لا غندير فيها لا كريم فريش دقت الرز انت ما تاكلش الملحه راه كل ماشي كلشي ما تاكلش اللي باقي هذا استاذ قام ما درنا ليه الملحه ايوا غير الماء الهند ما تاكلش الملحه حتى هي تيقدسها مع البقر يا الله على سيختنا الليم الله يعاونكم هادشي يقول لك الله يعاونكم نمستي 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 الله يعاون وليده لا ميري راك باو نمستي ميرسي شيف ميرسي شيف افيك لو ديسير وي دائما منين كدوز عندي الشيف مريم وكيدوز الشيف موحى كنستافدوا بزاف لانهم كيلاحظوا كيشوفوا شنو هي الصعوبه اللي كاينه وكيحاولوا يعاونونا باش زعما نديروا المسائل هذا ليلى ناصر فين وصلتوا درت التفويره الاولى واخا ودابا التفويره الثانيه التفويره ديال الكسكسو افريكان تيبوديان تيبوديان واخا كتكون اباز دو كاروت دو بالريزو بالدنجال الفلفله بصله معطيشه بالحوت ماشي والحوت وبالحوت دونك هذا الطبق الرئيسي هذا هو الطبق الرئيسي الوغ في لا سالاد فكرنا نديرو حيت ما كنعرفوش مزيان لافريك فكرنا غنديرو لي بروشيت ديال الدجاج محطوطين افيك دي ليغوم حيت كنعرف بان تياكلو عندهم تمر خضراء اي في لو ديسير باقي ما عرفناش شنو غندير راه خصكم تاخذوها في عين الاعتبار راه سي با ايفيدون هذا الشيء هذا الامتحان اللي عطيتونا ماشي ساهل كيحسب لكم في التلفازه راه حنا تنمثلو مي جوزا سور كو والله العظيم الا داكشي سي ان ستريس وباقا انا كنترهد دابا اسمعوا ليا مزيان وي شيف ما سمعتكمش وي شيف قالت لكم 45 دقيقه ما هي وي شيف تندبي 45 دقيقة باقا قدامهم غادي يديروا فيها اللي في جهدهم باش يبقاو مواصلين المغامرة ديالهم في ماستر شيف النجوم ويضعفوا حظوظ الجمعيات اللي كيلعبوا بالاسم ديالها في الرباح ولكن الإقصاء هو الإقصاء وضروري ما نودعوا زوج من نجومنا من بعد هذا الاختبار عارف تقطع ولا نقطع لكن راه الوقت كيطير غنديروا الديسير غنديروا الديسير ايكو ومن بعد ملي غتسالي ليا هذاك خيزو دغيا عرفتي خصو يقطع رقيق باش يطيب ما حد هذا تيطيب دابا الحقيقه حنا ما كناش نتسناو الاكل الافريقي الاختيار الافريقي هو صعب ما بقى عندك او غتبقى تبكي وما غدير والو او غدير بالاحسن ما يمكن لك في هذه الوضعيه ناصر ساليتي اه ساليتي دابا سالينا افريقي تنديروا شويه ايطالياني C'est du roquetemme. Le roquetemme. Roquetemme de chez roquetemme. Qu'est-ce que le roquetemme? Le واحد كامل يخاف عليك. إلى ما سكوم الماء. إلى ما سكوم الماء. أو جاء العصارة. عندي تخوف كبير من الهند. لا الهند مجهده سمعت الهند فرحت ونشطت عارف راسها اش كدير مازال ثاني قال بانوا لي شويه مقلوعين ما يعني المنافسه غتحتد ما بين زملائنا في الهند تخيلي سالي قال مكسكسه يعني سويت قالوا لي حتى ما كيديروا كسكسو وانا مشيت ليها مرارا وتكرارا عمري ما سقاو لي انا بعد عمرو ما فوروا لي في ثاني كون جا فينا الطبخ الافريقي ما غاديش يجي فينا كان الله تيبغي يسهل علينا حنا تعطينا داك الشيء ديال الفوار كون جاتني انا ليلى ولا ناصر ولا بوطازوط ولا التوزي فهاد الهنود اش بين ندير؟
بينا نفتحوا للجنه وبديت تسمع كملوا الشطيح على برا. بصح عافاك الخفا. وشكون تنوجد واحد الفواكه باش نزيدوهم على واحد البسطيله بالحليب اللي ليلى غدير. يلاه عندناش الوقت باش نديروا بسطيله بالحليب حيت خاصها لا كريم ديالها وما عندناش الوقت. بصح معنا شنو غنديروا؟ خصنا شي حاجه ام تي بيسكوي هذيك. بسطيله بلا حليب ديرها نديروا بلا يوغورت عليها ولي فخوي. سمعتي؟ واخا سيتي. الورقه؟ ما عندي ما يتسالها لا كرياسيون كاينه. يلاه سير عمر هنا الخضر اللي هذا ابيض هذا مطيشه طحنيها الا بقى لك الوقت طحني مطيشه هنا. تقال صافي شوفي نوصل. سمعوا لي مزيان وي شاف ما بقات لكم غير 5 دقائق 5 مينوت ردوا البال دريساج التقديم واخا شي حاجه مهمه اللي غدير الفرق بين ثنائي والاخر وما تنساوش الجمعيات ديالكم واخا ويشاف. بطبيعه الحال حتى واحد مناسي الجمعيه اللي كتسناه 5 دقائق غادي تكون حاسمه في ماستر شاف هذا الموسم وغادي تغير ملامح التجربه الاستثنائيه اللي كيعيشوها النجوم خاصه في اللحظه اللي غادي تعلن فيها الاقصاء ديال زوج منهم. رافقناهم من الاول ديال المسابقه وغادي يكون صعيب علينا نتفرقوا معهم. لا هذا كذاب عليا مزيان وي شاف الاختبار سلا 5 4 3 2 1 سيديكوم برافو. نتمنى فريمون خا غنبقى بنائيات كنتمنى ولكن عندي واحد بوان انتيروغاسيون ولكن خصكم تعرفوا بان عمرنا ما كاين طبق افريقي وحاولنا ودرنا فريمون مجهودات باش نقدموا هذا الشيء. حنا ما مفاكينش حنا بغينا نربحوا حنا بوت بوت ماستر شيف سيليبريتي تنديوها انا حنا باقيين ربي كبير انا مستعد نقسم معاك حتى انايا هاد الهضره غادي تبقى بيناتنا حنا ما بين حتى واحد يمشي من هاد البلاطو وبين كل شيء يبقى ولا لا منى ايه ولكن راه حنا اللي غنبقاو حنا باقيين الاخرين اللهم يتخاصموا. شوف افريقيا خلات تلعب الفيناليه وطاليان اللي ربح حنا مع الهند بعيد على هاد الشيء. طنر نر نر طنر نر نر طنر نر نر شاف موحى وشاف مريم ذوقوا ردوا علينا الكلام الا بغينا نشريو لنا الكار بلا ما تصدعني زيدوا هنا هنا خاصنا الكار بلا ما تصدعني فينا كدار كان عصر لكم البربه سامحونا ياك تفرجوا فينا المغاربه. فاش ندخل عند اللجنه تنزل عليا واحد الالهام تنبقى تنحماق معاهم عزيز عليا نضحك وعزيز عليا نفوج وصافي ديما ايكوت يدير لومبيونس وكيديستريسي بداك الضحك ديالو والشطيح وداكشي كيحاول انه يحيد الستريس ولكن كاين لو ستريس. قدموا لنا الطبق الاطباق ديالكم قدموا لينا الباب ولا لا ايكو بوزيتيف دانا اختارينا انا وايكو باش غنديروا ان سالاد انديان اباز د الكرافس اونتيج والدجاج مقطع حتى هو دي لافيل والاناناس فخي معاه اون صوص بالياغورت كاتشب ولا مايونيز دونك هذه المقبله لو بلا برينسيبال باردون هو لي غومباس سوتي بالكوري و افيك دي كاروت و اون صوص بلانش دونك وري باسماتي و افيك ان ري باسماتي دونك بريزونت افيك ان ري باسماتي و الدسير دارو ايكو اش درتي ميريس انت كي ما بغات تمشي ناكل هيك يابا على شكل ان لاسي ا باز دو مونغ دو ميلون ولكن شويه خاطر تيري لا باي كي راه ديني كي كي اوت واتلا افيك من الفوق دو لا مونغ افيك ان سيرو دو مونغ اي دو جينجمبر فري تيري تاكيا شكرا ما قلتش انا هادشي واش قبل ما تجريو عندنا نديرو الموسيقى الحزن باش نمشيو طن 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 يلا بكي انت باش تلقاي فيهم بكي باش تلقاي فيهم انا ما غنمشيش. واش كتظنوا هاد الطبق غادي يقصيكم؟ لا هاد الوجبة ما يمكنش. علاش؟ لأن داكشي ذقتو أنا. واثق في راسك؟ بيان سيغ ها معايا الاستاذه منى كنتمنى انه يكون عندك كيفاش انه هو كنقدمت هذا الشيء كنعرف في الطبق الهندي انا وايكو عاوني بزاف دونك كنتمنى يعجبكم يكون المذاق في المستوى. غندوزو للتذوق شكرا شكرا ميرسي شاب
رانا دور كليتك دور كذاك لانو دا ما تخرجوش ساكتي دورنا كريتا سري لا تكرالي سري لا دوخ مع راسك وانت غنيك انا الماكله بلا سري لا تكرالي الا عرفتي راسك خاسر ولا عندك الشك واش تخسر ولا ما تخسرش علاش بدك راسك هذا وسواس ضحك مع راسك ومولا ربي غادي يفوجها الله سبحانه وتعالى الحمد لله ما كانتش شي ملاحظات خايبه ولا شي حاجه على الاقل على لا بريزونطاسيون ولكن ما نقدروش نحكموا حتى نشوفوا من بعد النتيجه تخوبو منين فين لا تي هذه معلقه صغيره على هادشي فريمون فين هذيك لا صوص والكراف استعملوا وهادشي شف محا بطريقه بصفه عامه ما تعجبنيش طيب هندي ولكن هذا داروا شويه على الدق ديالنا المغاربه ما حرش بزاف ما فيش الكوري بزاف حيت كيكثروا الكوري هما كيولي ما نشوفوا هذا الطبق تبارك الله داروا لا كونتيتي لا تي تري تري بو جديد الاكل الهندي دونك عندي تجربه صغيره لانه كنت في الهند دونك كاين مذاق اللي مقرب ليه مزيان ما غاديش نقولوا بحال بحال ولكن كاين واحد التقارب بين الطبخ الهندي والطبخ ديال هذا الهنود اللي كانوا قدامنا بالنسبه لبنا الطب الحاجه الوحيده اللي نقدروا نقولوا عمروا الطب زيتي شويه ولكن معليش لا عمروا هنيت عمروا عمروا سي بون سي زوين لذيذه تري بون ما نعرفشكم ولا الفكره فيهم برافو عليهم ندوزو فرخ الماجي يلا بسم الله يلا مينا ما ناما هي مينا ما ناما هي مينا ما ناما هي مينا ما ناما هي اون اي فافريك نوير دخلنا بالاطباق ديالنا مع ليلى الحقيقه تايقين في راسنا دقنا الاطباق ديالنا والتقديم بان مزيان فين ليلى كنت مخلوعين شي شويه حيت كنتو عمركم ما دقتوا اطباق افريقيه عمرنا ما دقنا طبق افريقي وعمرنا ما عرفنا المكونات ديال الطبق الافريقي شنو هما اللي كيفاش كيطيبوا بهذا هي قالت لي تنعرف نصوب سكسو قلت لها كاين واحد الطبق في السنغال تيشبه السكسو تيديروه بالحوت سميتو تيبوديان هو اللي درنا الطبق الرئيسي انا بديت نقول لها شنو تنذكر شنو كاين في ذاك الطبق وهي نصبات ولا فيزيون انتر لو ماروك اي لافريك درنا تماك كسكس مغربي مع لو كسكس افريقي عندي ليكم سؤال وي شيف فين هو الديسير واش هذا ولا هذا على اليمن على اليمن هذيك حيت تما كاين دجاج ماريني مع دي بانان تا هما مقليين لي بانان افريكان وفي الوسط شلاضه في الوسط شلاضه فيها لافوكا و البيض والبيض و الماطيشه هذا الاشكال هو اختيار ديال الطبق اللي دريسيتيو فيه اللي درتو لا بريزونطاسيون فيه واخا حيت فعلا باين هذاك الشيء مدكشي شويه واحد البكا باسكو كطيح في واحد لو كونتينون يعمرك ما مشيتي له عمرك ما طيبتيه وفي الاخر تيجي يقول لك الشيف وي علاش درتي لا بريزونطاسيون بحال هكا كسكسو كيدار في ان بلا اللي كيكون غارق ماشي تيكون غاديش نديرو في طاجين الحاجه الوحيده اللي قلنا لكم هما شي نصائح اللي عطيناكم من الاول ديال هذه المباراه ديال هزلو مزيان اي شي طبق اللي غتستعملوا فيه واللي غتدريسيو فيه نتمنى تكونوا شرفتوا بالاطباق الافريقيه اللي هما بنان ومزيانين كنتمناو حتى حنايا بون ديغوستاسيون ميرسي ميرسي شكرا درنا بزاف المجهود باش نصوبوا هاد الاطباق وخاصه اطباق افريقيه ما عندناش في عادنا نمشيو للمطاعم الافريقيه او نسافروا او زعما ناكلوا هاد الاكل هادشي علاش جاتني بحال صدمه انا الحقيقه هاد الكسكسو اللي صوبوا اللي هما قالوا افريقي احنا نقدروا نتقبلوه ماشي مشكل بطاطا طيبه مزيان الخضره طيبه مزيانه الحوت حتى هو تبارك الله عليه مزيان المشكل في كسكسو مشكل كبير وهو لا الافريقي ولا المغربي ما غاديش ياكل كسكسو ما مسكيش لا فعلا ولا يحطوا لنا شويه البلول ولا يحطوا لنا غير البلول حداها فعلا دوزو الديسير يلا ما بيف منين مزيان ندوزو للفريق الموالي يلا بسم الله سلام
السلام. هي صراحة من دخلت أنا وياه داخلين بالبروجي الجميل اللي قدمته أنا وياه البروجي الإيطالي كنا فخورين جيت فخورين بداك الشيء اللي قدمناه وصراحة علاش الفخر زاد لأن أول مرة قدموا شي حاجة بحال هذاك الشيء في الخلعة وما عارفاش حتى كيفاش غادي ندير غادي نقدم الأطباق ديالي شوف أنا طيبتها ولكن باش نبريزونطيها وكذا كون عندي واحد شوية ديال التخوف مين جاكم الإلهام باش تصوبوا هاد الأطباق وفسروا لي كيفاش فهمتوهم صراحة أول ما يعني كنا في طحنا في البلد ديال إيطاليا فكرت على أن إيطاليا ريزوتو ولا لي بات أنا كنت غادي نمشي في لا ديريكسيون ديال لي بات ولكن هي قالت لي أنا يعجبني الريزوتو مول فناكلو إذا عندي فكرة على الريزوتو وبالنسبة لي زونطخي هي دارت ديالها وأنا درت ديالي باش يكون مختلف لو شوا يعني تقسمنا لي زونطخي أنا درت طارطار ديال الطوماط مع الموتزاريلا مع الفينيغ بالزاميك مع البازيليك مع هذا وهذاك ديالي انا راه درت الرايات وراه تما الدرابو ديال الطليان الخضر والبيض والاحمر لا ديكوراسيون ايوا زعمنا الببوش دصرنا اول مره ندير في الكولي د فريز درت البواف شنو درتي البواف في الكولي فريز بزار فاش درتي بزار ناري في هذاك الكولي د فريز ويلي حي صافي سقطلو غندوزو التذوق ونشوفو واش المذاق في المستوى ولكن بعدا بالنسبة للشكل برافو عليكم درتو هذاك الشيء صغيور وزويون شكرا من خلال الشوفة ديالهم أولا عجبتهم الديكوراسيون البريزونطاسيون اللي درناها داك الزواق وداك الشيء يعني لعبنا عليها بزاف وسيرتو في الديسير وفي لونطخي 100% داك الشيء إيطالي ما كاينش تخرشيش على مالي أنا حطيت لهم باداز راه ريزوتو صلاد موتزاريلا هي الباناكوتا كتكوطا هذا شو يقولوا من الغيضوق بصفة عامة كل طبق تمثل الإيطالي أو الطليان دونك برافو عليهم فهموا التمرين وبالنسبة للمذاقات طوب ما عندي ما نقول تخبير باناكوتا اكسلون نو برافو كورا باناكوتا برافو ثلاثة الفروق سافروا بنا الهند طليان وأفريقيا بطبيعة الحال و كانوا هائلين لا في الدوق ولا في بزاف الحوايج دابا ندوزو المداولة إن شاء الله يلا بسم الله غيكون سعيد أصعب لحظة في هاد البرايم ملي غادي يغادرونا زوج ديال النجوم من بين ستة أعطوا كل ما عندهم باش يبقاو ويزيدوا فرحوا الجمعيات اللي كيشاركوا بالاسم ديالها صحيح أن المستوى كان متقارب ولكن كانوا تفاصيل اللي غادي يحددوا الفرق فدابا واقفين وما بغينا التحدي يمشي بصراحة كنت متخوف لحظة خيبة بانت لي في عيني باسم نجاة تحكين بغيت نقول لكم شكرا ألف شكر بالخدمة اللي خدمتو بالعذاب اللي تعذبتو وبلا جينيروزيتي أو السخاية ديالكم اللي عطيتونا وخدمتو بقلبكم بنفسكم تبارك الله عليكم شكرا فخورين بكم ميرسي شيف كاين واحد الثنائي اللي عطى واحد المجهود كبير أولا حيت الطبخ أو اللي طاح فيه ماشي طبخ سهل ثانيا هاد الثنائي وراه بزاف ديال الابتكار وعرف يعطي اللمسة ديال البلاد اللي طاح فيه ولكن ما ننساش النكهات اللي حنايا منفين بهم في المغرب غنادي على الثنائي ديال الرمادي اللي طاح في لاند زوج من حقهم يفرحوا من بعد مجهود كبير قاموا به غادي يفرحوا الجمعيات اللي كيتسناوهم خاصة إيكو اللي كان كيتسنى هاد اللحظة من أول نهار ليه في ماستر شاف أول مرة غادي يربح 5000 درهم من الجمعية ديالنا أنا فرحان ليهم بزاف والجميل في الأمر اللي عجبني هو شوف سبحان الله جات في الطبخ الهندي وأنا عزيزين عليا الهنود وشطحت الهنود وميريز نداقي وهذاك الشيء من صغري لأن الهنود ثقافة مراكش هي واخا هما في الهند فرحت بزاف وحسيت بواحد الفخر لأن ماشي غير بقينا ولكن تكلاصينا حنا الأولين إيكو شي كلمة على الجمعية ديالك الكلمة اللي نقدر نقول في الحق ديال الجمعية فهذه الجمعية وهي كاينة في مراكش جمعية تنسيف الحوز
التبرع بالدم لذوي الاصناف النادره. انا اليوم فرحان لانني دخلت لها بعدا 5000 درهم باش يقدروا يشريوا هذيك اللي تجيب الدم بعدا. برافو برافو لكم. حنا تنوعدوك بحاجه معليش شيف، دابا شويه غنمشي انا وشيف موحى وتحنا نعطيو الدم وتنشجع المغاربه كاملين نديروا هادشي. برافو. شكرا بزاف لكم، وانا فرحانه بزاف للجمعيه ديالي وخصنا نزيدو نشجعوهم. وشكرا لكم. شكرا تفضلوا. نرد اللوم على راسي، نقول بحال والو انا هو اللي راني، يعني انا هو اللي خاسر في هاد الجوله هذه. جا الدور اللي ما تنبغيش، كنتم متقاربين نتوما بجوج، الثنائي ديالكم بجوج متقاربين، كاين واحد الغلط اللي درتوه كاملكم وهو في التقديم ما كانش تلهيه. الاطباق عندكم كانت عامره خصوصا الطبق الرئيسي كاملين كاملين كلكم تقريبا في التقديم كنتوا متقاربين، في المذاق فاش كيختلف واحد الفريق على الاخر. اللي زاد خلعنا اكثر هو الشيف محامي اللي قال الاطباق ديالنا متقاربه وبانه حاجه واحده فرقات بيناتنا، وتما دقه القلب ديالي ضعفات بواحد الشكل كبير. اذا الفريق اللي غادي يبقى معنا هو دنيا والدوزي ولا ليلى وناصر، فريق غادي يبقى وفريق ما قدرش يقنع لجنه التحكيم، وغادي تكون هذه اللحظات هي الاخيره لجوج الاسماء قدامنا. من بعد ثلاثه ديال الاسابيع اكتشفنا فيها قدراتهم في الطبخ وعاشوا فيها النجوم تجربه ما عمرهم عاشوها من قبل. اللي غادي يبقى معنا هو الفريق، اذا الفريق اللي غادي يبقى معنا هو دنيا والدوزي ولا ليلى وناصر، فريق غادي يبقى وفريق ما قدرش يقنع لجنة التحكيم، وغادي تكون هذه اللحظات هي الأخيرة لجوج الأسماء قدامنا. من بعد ثلاثة ديال الأسابيع اكتشفنا فيها قدراتهم في الطبخ وعاشوا فيها النجوم تجربة ما عمرهم عاشوها من قبل. اللي غادي يبقى معنا هو الفريق أصفر. هي فرحة وحزن في نفس الوقت، فرحة لأننا تأهلنا، وفرحة لأن بعد لأن الطبق اللي تال الانتباه ديال مو هذيك الباناكوتا الملعونه، وحزن في نفس الوقت لان فقدنا جوج ديال الاشخاص اللي كانوا كان المكان ديالهم يعني كان دائما موجود. يا فرحه زوينه، ولكن اون ميم طون كي تجمع شهر من بعد تفرق صعيبه شويه. عرفتي بقى فيا نصر، بغيت نهضر معاك انت الاول وغادي نهضر مع ليلى. نصر، بغيت نقول لك حنا فخورين تكون معنا هنايا في ماستر شيف سيليبريتي. علاش؟ لانه انت كاول مغربي طلعتي للايفرست وخارج من هذا الدومي فينال راسك مرفوع فوق الجبل، لانه شرف لينا حنا. وانا تريست حزين جوج المرات لانه جوج كيخرجوا. ليلى مقدمه كبيره ومن كان تبارك الله عليك، كوني ديما زوينه في خدمتك في اي حاجه كديري، والله يكبر بك والله يعاونك. سي شيف، نبغي نقول للمشاهدين اللي تبعونا واللي تبعوني واللي شجعوني، نقول لهم شكرا بزاف، شكرا وفريمون دوزت واحد الوقت زوين مع ماستر شيف. نبغي نقول لهم بان هذا الشيء اللي تنديرو فريمون كنطيبوه ديال بصح، ما تعطيوناش لي روسيت، كو الخلعه كتكون، كو لو ستريس كيكون، واحد فاش كيتعصب فاش كيبكي فاش سي ان ستريس ديال بزاف ديال الحوايج. بغينا نبدا الحلقه دابا في الجبال، غنبدا في بلاصه غير نعطيهم الكاميلا، غنبدا نقول لهم اتونسيون تقديم داكشي يكون زوين. برافو، شكرا 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 شكرا. لحظات ما سهلاش على اللي تقسى وعلى اللي باقي، خاصة أن ليلى وناصر حاولوا من نهارهم الأول يعطوا كاع اللي عندهم ويفرحوا الجمعيات ديالهم، وكان حضورهم تميز في مطبخ ماستر شيف اللي عاشوا فيه لحظات ما عمرهم ينساوها. بالنسبة لنا غنتلاقاو الأسبوع الماجي لمغامرات جديدة في الطبخ على ماستر شيف سيليبريتي. برافو عليكم. شكرا. شوف 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 طوينا الصفحة ديال البرايم الثالث اللي ضمنوا فيه 4 ديال النجوم المرور للبرايم الرابع والأخير من ماستر شيف سيليبريتي الموسم الثاني.
البرايم الرابع والاخير في ماستر شاف النجوم دنيا ايكو مونا والدوزي غادي يدخلوا لاخر تحدي لهم في تجربه ما عمرهم تخيلوا من قبل انهم يعيشوها. عندنا لكم مفاجاه صراحه. الدخله ديال اليوم كانت كلاس. هي منين بدل الحوايج صافي مشينا فيهم. ومن الاول غادي يكتشفوا ان اي لحظه باقى لهم داخل الورشه غادي يكون عندها معنى وعنوان. ومن اول مهمه غادي نفهموا ان الاستمرار ديالهم في المنافسه ما غاديش يكون سهل وما بقاش كيحتمل اي خطا منهم، خاصه من اللي غادي يتنافسوا في الاول بشكل زوجي وفي اختبار ما عمر ولا واحد منهم حاول يجربوا. وغادي تحكم على زوج من اربعه ديال النجوم اللي بقاو في نص ساعه الاولى من البرايم بالاقصاء. أول مرة في هذا البرنامج كنحس بتبوريشة باش في الأخير زوج ديال النجوم غادي يتواجهوا في آخر اختبار هذا الموسم واللي غادي يحدد معالم بطل ماستر شاف سيليبريتي في موسمه الثاني. بغيتوا تعرفوا عليه كونوا في الموعد الخميس الجاي مع البرايم النهائي على دوزان. فائز أو الفائزة هو أو هي